عملية حجز المواد الغذائية متواصلة كما تشوفوا، يعني صورة جماعية لهنا هذية، معناتها البصل مئات الأطنان ربما، تشوفوا البصل اللي مش موجود يعني في السوق هذية، اللي ربما يكون موجه للزوالي، موجه للسوق للاستهلاك، البصل هذية ولا غير صالح للاستعمال، قاعدين يحضروا فيه لسيدي رمضان. هذه الحاجة الأولى، نكملوا ندخلوا كما كنتوا تشوفوا في اللحوم الحمراء، لكن فما ربما حاجات أخرى، البطاطا هاي الدكتورة بحذايا زاد كيف كيف، هذه البطاطا زاد بأعداد كبيرة، قدم بالكاميرا خليها تكون الوصف يعني صحيح. هذه البطاطا اللي باش تتوجه للسوق تشوفوا فيها يعني غير صالحة للاستعمال، تشوفوا يعني في عينات أخرى، شوفوا البطاطا هذه كانوا فما عمال قاعدين يفرزوا فيها، ومن الحاجة اللي غير مفهومة تماما هنا، المسؤول على هذا المكان يشتغل في كل شيء، عنده تربية الأبقار، عنده لحوم حمراء جايبها من أستراليا من 2013 مخزنة، عنده لحوم أخرى محلية العمر نتاعها ما نعرفش قداش بالضبط، كنت تشوفوا فيها مجهولة المصدر ما فيها حتى شيء، فما الخضروات تشوفوا يعني كبر الصورة، خلي السادة المشاهدين ياخذوا فكرة عامة على ما هو موجود، تخزين للبطاطا بأطنان وأطنان معناتها كبيرة، تشوفوا كيف كيف فما معناتها التمور التونسية، التمور التونسية تشوفوا فيها يعني قاعدين يحضروا فيها إلى شهر سيدي رمضان معناتها شهر الكريم، وفما زاد كيف كيف قدم لي شوية، خلينا ناخذوا عينة من التمور اللي قاعدين يحضروا فيها، احنا موجودين في مكان العمل، هذه هي التمور قاعدين يزينوا فيها، فما مادة لزجة يزينوا بها في التمور لتقديمها إلى الأسواق، وراو فما ريحة معتها كريهة، ما الناس الكل ربما في الصورة ما تشوفوهاش، لكن احنا قاعدين نشوفوا فيها، وهو معتها أعوان الأمن الوطني منتشرين في كل مكان معتها لتأمين هذه المعمل، هذا معتها محلات تبريد كبيرة قاعدة معتها يحضروا فيها، المشكل أنه أكثر من هذا، هذه التمر شوفوه، هذا هو الأصل، شوفوا معتها شايح برشا، يزيدوا فيها الماء ومادة لزجة تتحول تولي تمور يعني براقة، يغشوا بها معتها الغش، وهذه معتها حاجة أخرى اللي تتزاد، هذه تقريبا صورة حية من المكان معتها هنا في المرناقية، مكان يحضروا فيه مواد غذائية باش تتوجه للأسواق التونسية في شهر سيدي رمضان، والمواطن يشري. هذه معناتها احنا باش نرجعوا ونحلوا القوس، أعوان الأمن الوطني من الأربعة نتاع الصباح اليوم احنا مرافقين للعملية نتاعهم، نمشيوا معناتها من مكان إلى مكان باش نشوفوا شنو اللي موجود، راهو الصورة ربما لا تفي بالغرض، ما نوصلوش الوصف التام لهذه المواد المحجوزة، ونقولوا برافو لكل من ساهم معناتها في القضاء معها، الشرطة البلدية، إدارة الشرطة البلدية، إدارة الصحة بمنوبة، وزارة التجارة كذلك اللي قاعدة تتحرك وتتحرك في وزارة الفلاحة كذلك، الأطراف المتداخلة الكل في القبض على كل من تخول له نفسه أنه يمشي للأسواق التونسية ويعطي مواد غذائية فاسدة. بطبيعة الحال نتوجه للمواطنين بكلمة أنه كل واحد لازم يتحرى من كل مادة غذائية يشريها، راهو كي نحكيو على الكونسير، نحكيو على الأمراض الخطيرة، راهي من هنا تجي من المواد اللي قاعدين نستهلكوا فيها، وراهو ما تخموش معناتها إذا كان يكون السعر منخفض ونمشيو نشريو مواد من هذه، لا، ردوا بالكم وردوا بالكم، وكذلك لابد من الضرب بقوة ومتابعة كل متخول له نفسه أنه معناتها يدخل مواد غذائية كيف من هذه إلى السوق.